اعمل خطوه معاكم ركزوا فيها، عايزه احط البتنجان ده يتشوي عشان ياخد وقته لحد اخر الحلقه. البتنجان ده احنا هنستخدمه في السلطه اللي هي متبل البتنجان بالحمص. متبل البتنجان بالحمص مش عايزه اقول مقاديره دلوقتي لاني مش هعمله دلوقتي، انا بس هدخل البتنجان يتشوي دلوقتي، فعايزه اعمل الخطوه دي معاكم. بنعمل ايه بسكينه كده؟ بغرز البتنجان غرز غرز. ده بقى ايه طريقه حلوه جدا عشان لو انتوا عندكم اي انجر ايشوز، يعني عايزين كده حد غيظكم بتاع ومش عارفين ايه تطولوه، فهي دي طريقه حلوه تطلعوا الغضب اللي جواكم من غير ما تعملوا ايه حاجات غلط. جميل، الطبخ ده بيطلع كل الطاقه السلبيه اللي في الحياه، بتكلم جد والله، الطبخ فعلا من الحاجات اللي بتطلع الطاقه السلبيه. الواحد كده يقعد يختلي بنفسه في المطبخ، يشتغل شويه ولا يعمل طبخه حلوه ولا يعمل اكله لذيذه ويصفي ذهنه كده، سلام. ويكلم حلله بالظبط، ومكروناته وبتاع، انا بكلم كل حاجه ما انت مش فاهم، بكلم كل حاجه. نور، نشوي الفلفل ولا نسيبه؟ نشويه؟ ماشي نشويه، اوكي ماشي. انا قلت اللي نور هتقوله هعمله، فنور قالت نشوي الفلفل. انا عاده بحط في المتبل الفلفل ني، بس نور قالت نشويه، فاحنا النهارده هنسمع كلام نور وبس. على فكره اللي احنا بنشويه في الفرن ممكن نشويه على البوتاجاز. طيب هتقولوا لي مين احلى، بوتاجاز ولا فرن؟ الامانه يعني البوتاجاز احلى، لكن بهدله، بيعمل بقى اسود وبيطير في كل حته، فاللي ما عندوش مشكله في التنظيف يعمل على البوتاجاز. هتقولوا لي يا ساره طب انت في البيت بتعملي ايه؟ بصراحه بعمل على البوتاجاز، بقول مش مشكله في ده التوسيخ، ننظف نرجع ننظف. بس مفعول شعله النار اللي ضاربه في البتنجان كده بتشويه طبعا طعم تاني خالص، شوي شوي كاننا شوينا على الفحم. فانا بس برضو يعني بصي، هو احنا بنستسهل ونعمله في الفرن يا نور، بس انا احب اقول الامانه، يعني الامانه البوتاجاز احلى. وانا في البيت بعمل ايه؟ بعمل البوتاجاز، بس في البرنامج مش هعرف افضل واقفه قدامه واقعد اقلب بقى شمال واقلب يمين، ده غير ان نوع البوتاجاز ده مش مناسب ان انا احط عليه اكل مباشره، مش صح يعني. اللي عنده بوتاجاز شعله عاديه في البيت شعله نار طبعا اشوي البتنجان عليه، بيطلع احلى مليون مره. بيبقى طعم شوي حقيقي بقى. ده بس اللي كنت عايزه اقوله عشان انتوا عارفين يعني انا ايه، احب اكون امينه في الحاجات دي، حتى لو انا عامله العكس اقول لكم الصح ما يجراش مشكله، او الاحلى. وطبعا كل واحد ياخد القرارات المناسبه في بيته. السلطه الشيرازيه سلطه عاديه جدا، سلطه خضار، كوبايتين طماطم، كوبايتين خيار، كوبايه بصل احمر، ربع كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه دبس رمان، زيت زيتون، معلقه صغيره من النعناع وده اللي بيديها طعمها المميز، وملح. الطماطم انا ايدي ما لمستش الفراخ عشان بس محدش يقلق. دبس رمان، عصير ليمون، نعناع تاخدوه في ايديكوا كده وتفركوه كده عشان يبقى ناعم، ده اولا. ثانيا الحركة الصغيرة دي بتطلع طعمه كويس جدا. وكده فاضل زيت زيتون، وملح وفلفل اسود، ادي رشة فلفل اسود، وادي ملح، ونقلب. عايزين نطمن ان دبس الرمان داب مع الليمون ومع الزيت ومع كل حاجه. شويه سلطه دول ميتهم بقى تنزل على الرز كده. ياني اكله. يلا السلطه جهزت، هنسيبها على جنب. انا نسيت احط عصير الليمون ولا ده زياده؟ لا خلاص يبقى خليه. ماشي نشيل الحاجات الفاضية. أنا عايزة زب دبس الرمان ده هسيبه أنا حطاها عشان أحمر فيها حدي تشويحة للحمص بتاع المتبل. حتة سمنة هحط معاها، أنا قلت ما أدير المتبل
طب نزليها يا نورة وانا اقولها كده وانا بشتغل. المتبل اللي احنا بنعمله متبل بتنجان بس بالحمص. مقاديره هتكون كالتالي: 4 بتنجانات رومي اللي شويناهم في الفرن مع بعض اول الحلقه، 2 فلفل رومي احمر صحيح شويناهم برضو، 2 فلفل اخضر حامي، وهنحط كمان كوبايه من البقدونس المفروم. عندنا بقى خلطه الحمص على النار، بنحط حته سمنه، نحط معاها الحمص وشويه كمون وبابريكا ونديهم تقليبه او تشويحه مع بعض، وطبعا رشه ملح ورشه فلفل اسود. ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وكده الحمص جاهز. هسيبه بس ياخد تقليه كده سريعه في السمنه، والخطوه دي اختياريه، ممكن تعملوه ني على فكره، يعني ممكن يبقى مسلوق عادي وتخلطوه مع التوابل دي ومع شويه عصير ليمون وتيجوا في الاخر تحطوه على الوش. بس هو يعني ده اصل الوصفه، فانا بعملهم لكم زي ما هو ايه الاصل بتاعها. يلا عايزين نطلع قلب البتنجان. هنفتح البتنجان كده، بصوا بالنص، تاخدوا بالكم على ايديكم. وعلى فكره مفيش اي مشكله، معرفش احنا دايما بنقعد نحنتف قوي في ان احنا نشيل القشر، وقشر البتنجان من وجهه نظري مفيش اي مشكله في اكله، جميل جدا بالذات لو مشوي، يا خرابي بيبقى تحفه، بيبقى جميل قوي. فمفيش مشكله ابدا في ان احنا نخلي القشر لو عجبنا طعمه، مش بالضروره يتشال، يعني اتاكدوا بس ان البتنجان يكون مغسول كويس قبل الشوي وساعتها يبقى مفيش مشكله. انا هشيل بس من غير يعني اهتمام قوي، مش هشيل بحنتفه قوي. شايفين البتنجان يا جماعه طري جدا، بيطلع معايا بالمعلقه، موضوع بسيط خالص خالص، مفيش ابسط من كده. اللحمه كله بيطلع حرفيا في ثانيه، ده كمان انا ما سبتوش يهدى لو من الحراره، لو سبته يهدى من الحراره بيطلع اسهل من كده. كل العصاره اللي في الطبق بتاعي دي، عصاره الشوي اللي طالعه دي، ميه الشوي اللي طالعه كلها هاخدها معايا، واي حاجه هتطلع معايا من القشر انا هسيبها مش هشيلها، بتخلي الطعم احلى بكتير. كل انا بعمل سلطه بابا غنوج كله بيقعد يسالني يقول لي سلطه بابا غنوج بتاعتك طعمها مختلف ليه؟ ازاي طعمها كده؟ طعمها بيبقى كده عشان انا بسيب القشر فيها، القشر الاسود اللي من الشوي اللي على البوتاجاز بينزل فيها ما بشيلهوش بخليه، فبيبقى طعمها كانكم بتاكلوا حاجه مدخنه او حاجه مشويه، بيبقى جميل جدا. فدي التركايه بتاعتي في اي سلطه بتنجان. اديني ايه بغششكوا اهو. هناخد الفلفل كمان، هنشيل القشر وناخد اللحم، وبرده يعني ما تشيلوش قوي، عادي ان احنا نسيب شويه. وفي فلفلتين حاميين هنشوف بقى هنحطهم ولا لا. بس كده، وتعالوا ناخد دي كمان فلفلايه حاميه اهي، عايزين نطلع لحمها. بصوا بقى في شويه عصاره كده بتفضل في الطبق اهي اللي لونها بني دي، دي سبب طعم البابا غنوج بتاعتي اللي كله بيسالني هي طعمها عامل كده ليه من الموضوع ده. هنيجي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ على بورد اسهل طبعا، بسرعه كده، عايزه بس ادي تقليبه للحمص. حمص سريع قوي يا جماعه، مش بناخد وقت على النار خالص. بناخد البتنجان ده يا جماعه، انا كنت عملت على بورد من الاول بس معلش ما خدتش بالي، وبالسكينه كده مفيش هنتفى يا جماعه، عادي يبقى خشن احلى اصلا، ما بيبقاش حلو وما ينعم قوي. انا بفضل كده بس، حلو قوي كده زي الفل. شايفين بيوري، بس انا لسه حاسه ان في قطع، ما بيبقاش ميه خالص، ما بيبقى ميه خالص ما بيبقاش احلى حاجه. وتعالوا كده نقلب كل حاجة على بعضيها في نفس البولة، مش محتاجين حتى نفتح بولة تانية، نشيل بس القشر منها وناخد البتنجان. أنا خلاص أهو بسرعة، الزبادي البقدونس الطحينة
عصير الليمون، الثوم، زيت زيتون، وملح وفلفل، وادي الملح. جيمي ما توترنيش، ما انا عارفه انا على يدك اهو. يلا هنقلب كل ده. تقليبه سريعه. بس خلاص هنجيب طبقنا الحلو، طبق مفرود كده. اقول لكم مفرود ليه، هتحطوا فيه البتنجان. ريحته يا جماعه في الشوي تحفه، كمان لو مشوي على البوتاجاز هيبقى احلى واحلى كمان. بس احنا زي ما قلت لكم ايه، اختصرنا في التفاصيل النهارده وشويناه في الفرن. نفرده كده وحاجه، وعلى وشه انزل بالحمص. رشة زيت زيتون وشكرا. دي مع العيش أكلة.